السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء التلاميذ أهلا وسهلا بكم في درس اليوم من سلسلة الدروس التعليمية في الرياضيات لنكون من خلال هذا الدرس مع تعرف المضلعات إذا دعونا نبدأ أستكشف أثناء حصة التربية التكنولوجية أنجز محمد بالورق المقوى هذا المشروع أولا ألون خطوطا منكسرة اذا سنلون معا جميع الخطوط المنكسره هكذا كما يظهر على الشاشه ثانيا اكتب عدد الاضلاع بالمضلعات التاليه الشكل الاول به سته اضلاع الشكل الثاني به اربعه اضلاع الشكل الثالث به ثلاثه اضلاع الشكل الرابع به خمسه اضلاع الشكل الخامس به اربعه اضلاع اتدرب اولا الون بنفس اللون الاشكال التي لها نفس عدد الاضلاع سنلون رباعيات الأضلاع بالأحمر، وثلاثيات الأضلاع بالأزرق، وسداسي الأضلاع بالأخضر، وخماسي الأضلاع بالبنفسجي. أوظف: أولاً، ألون الرباعيات بالأزرق والمثلثات بالأحمر. ثانياً، الون خماسيات الاضلاع بالاخضر وسداسيات الاضلاع بالاصفر